أسعد الله صباحكم بألف خير مشاهدينا أينما كنتم. حلقة اليوم غنتكلموا فيها على واحد الموضوع اللي غادي يجيكم غريب شي شوية، ولكن هو موجود عند الأخصائيين وكيتعاملوا به الناس بزاف، وهو لاكالينوثيرابي أو للعلاج بالعناق. هذا طبعا موضوع غادي نناقشوه مع الدكتور عبد الهادي القاسمي. صباح الخير دكتور عبد الهادي. صباح عزيزة. يا صراحة نهار اقترحتي لنا الموضوع، هو من اقتراحك، من اللي اقترحتي بقينا تنضحكوا تنقولوا واش هذا الشيء كاين ولا أنت أكدتي أنه وسيلة من وسائل العلاج وهي العناق. لي كالان، شنو التاثير ديال هاد لي كالان وهاد العناق هذا على الناس اللي من حولنا سي عبد الهادي؟ اون فات يعني جميع هاد المساله هذه راه ماشي جديده، غير حنا ربما ما عمرنا جديده بالنسبه لنا، لان في الثقافه ديالنا في ثقافتنا حنا كنعرفوا بان ملي كنبغيو نعبروا على واحد الانسان اخر بحبنا ليه ولا بالتراضي ديالنا معاه ولا هذا كنعنقوه. نعم. يعني حنا كنعرفوه فقط كوسيله للتعبير عن يعني المحبه. ولكن يعني ملي بداو لي ثيرابي كيبانوا يعني الوسائل العلاج اللي انا كنعرفوا لا بروميير ثيرابي اللي جات مع فرويد اتسيتيرا. نعم. اللي هي لا بسيكاناليز. من بعد جاو دوطخ ثيرابي اللي بداو كيقلبوا الناس والاخصائيين بداو كيقلبوا على اشياء كلها اللي كتقدر انها تعالجنا من بعض الاشياء، من بعض الترسبات سواء نفسيه ولا عاطفيه ولا هذا. ف جاء العناق اللي هو في الحقيقه راه ديالنا، ولكن جاء العلم اثبت بان العناق عنده واحد الاشياء اللي هي رائعه جدا. اول شيء ممكن اننا نستافدوه من العناق وهو عندما تعانق واحد الشخص اللي هو كتحبه، واحد الشخص اللي هو اما الابن ديالك، البنت ديالك، الزوج ديالك. هنا كنتكلموا على العناق يعني مع اشخاص في الحياه العاديه، مع ناس اللي انت كتعرفهم، ناس اللي انت ذوي الارحام. يعني احنا ما بغيناش نتكلموا على العناق بحال داك لي فري هاجز اللي بان مثلا في امريكا واللي حاليا منتشر كذلك في اوروبا، اللي الناس اللي هما كيعبروا على واحد الثقافه معينه. نعم. او مثلا كنتكلموا، ما بغيتش حتى نتكلم عليه بوجهه نظر اون ثيرابي في دونز ان كابيني. يعني دابا حاليا كاينين، كاينين دي كابيني اكتوالمون اللي كتمشي كتخلص فلوسك باش انك تستافد من دي سيونس ديال العناق دي كالان. جو با مال كومون اكزاكتومون. فباش ان علاش؟ لان علميا اثبت، يعني ملي كنقول علميا يعني دراسات اللي هي دقيقه جدا، حتى بالنسبه للطو ديالها يعني النسبة. نعم. ديال الإفرازات اللي كتكون داخل الجسم كذلك مضبوطة جدا. يعني أول هرمون ممكن أنه يتفرز هو بالعربية كنسميه لوكسيتونين، ولكن نعم. هو سيلوسيتونين بالفرنسية. بالنسبة لهذا الهرمون هذا أو هو موصل عصبي، أن ترانسميتور نورولوجيك. نعم. اللي كيمكن فقط انه هو اللي كيعطيني ذاك الاحساس بالامان. ملي كيتفرز هذا الهرمون هذا داخل الجسم كيعطيني واحد الالفه مع الاخر. ولذلك فانا شخصيا كنسميه هرمون الرحمه. نعم. لانه اثبت علميا بان لولا هذا الهرمون هذا، لولا هذا الناقل العصبي في الذات، فكان ممكن ان الانسان يقدر انه يقتل ولاده. يقدر انه يذبحهم، يقدر انه يدير بهم اي حاجه. ولكن لان هذا الهرمون هذا كاين، فهو اللي كيعطينا هذيك الالفه، هو اللي كيعطينا هذاك التقارب والتواصل الاجتماعي. ونعطيك واحد المساله على هذا الهرمون، وهو ان احنا كنا كنعرفوا بان الهرمون يعني الافرازات الهرمونيه والتغيرات الهرمونيه داخل جسد المراه كيبدا من في الحمل ديالها. فمؤخرا اثبت ان الرجل كذلك، يعني الزوج الاب ملي كتحمل الزوجه ديالو حتى هو كيبداو فيه افرازات هرمونيه تتغير. وهذا الهرمون اللي كنتكلموا عليه اللي هو لوسيتونين، هو بالضبط اللي كيفرز بواحد الكميه اللي هي اقوى مما سبق. نعم. لانه كيتهيأ انه يصبح قريب من الابن ديالو. الكونسيبت ديال الرحمه كيبدا عنده سي عبد الهادي. وحنا تنوجدوا لهذا الموضوع هذا فعلا، انا مشيت قريت، وممكن لكم مشاهدينا انكم تبحثوا في هذا الموضوع، ديروا كالينوثيرابي في انترنت غتعرفوا عليها بزاف ديال الحوايج. قريت بانه هاد العلاج بالعناق يعني لي كالان كيعطيونا حتى تقدير الذات. كيفاش ممكن يعني نقدروا ذاتنا من خلال معانقه شخص من ذوي الارحام، مثلا شخص قريب لنا بحال هكذا؟ هو هذا الهرمون هذا اللي تكلمت عليه، كاينين هرمونات اخرى تفرز، يعني بحال باغ اكزومبل الدوبامين. الدوبامين هو واحد الهرمون اللي يفرز، هو اللي كيعطينا هذيك المتعه، كيعطينا هذاك لو بليزير. نعم. كيعطينا كيعطينا اكثر ديك اللذه ديال الحياه. نعم. وكيخلي الانسان كيعيش اللحظه ديالو،
اللحظه ديال لاحظي معايا خاصه ملي كتعنقي مثلا الابن ديالك ولا البنت ديالك ولا الزوج ديالك، فغالبا كيكون مع العناق كيكون كلمات اللي هي جميله، وهذيك الكلمات الجميله كتخلينا اننا كنعيشوا اللحظه، وبالتالي الانسان اللي ما كيعيش اللحظه شنو كيدير؟ كيعيش اما المستقبل ولا كيعيش الماضي. الماضي يصيبه حزن على تجارب اللي هي سبقات، والمستقبل كيبدا كيفكر خوف وقلق من المستقبل، وهذا الشيء اللي كيضعف الثقه في النفس. ولكن ملي كتعيش هذيك اللحظه وكتعرف راسك بانك في امان، فانت تثق بنفسك اكثر من ذلك. فلفت ان ملي كنعنق مثلا الابن ديالي ولا البنت ديالي فكنورك لي على القفص الصدري بالضبط على الاستغنوم، هو ذاك العظمه اللي كيلصق فيها ذاك الديافراغم، ذاك الحاجز اللي كيكون هنايا بين الرئتين والامعاء، فتما كنحفز واحد الغده كتسمى باللغه العربيه الغده التوتيه او التوته، واللي هي اللي كتعطيني التوازن في افرازات الكريات البيضاء. يعني تبتي لنا بان العناق عنده فوائد بطريقه علميه دكتور عبد الهادي. رائع جدا. لان هاد ملي كنعطي افرازات ديال الكريات او النكيليبر كنسميو توازن ديال افرازات الكريات البيضاء، يعني حتى المناعه ديال الجسد ديالي ديال الجسم ديالي حتى هي كتطلع. اكثر من ذلك، يعني ان واحد بنيوته اللي هي مثلا يلاه بدات يلاه وصلت لا بيبرتي ديالها، وصلت لسن البلوغ، فكنعرفوا بان كتجيهم العاده الشهريه، كتجيهم بواحد لي دولور اللي هما كبار بزاف. فممكن اي ام انها تاخذ البنت ديالها بين الاحضان ديالها وتعنقها لمده تتجاوز 20 ثانيه، وغادي نعرفوا علاش 20 ثانيه. فانا ذاك فكيهبط هذاك المستوى ديال الالم، كيهبط لواحد الدرجه كبيره. علاش 20 ثانيه لوند... سي عبد الهادي؟ لان غادي يفرز لان تو سامبلومون لان افراز لوندورفين كيبدا انطلاقا من 20 ثانيه، وهذا 20 ثانيه ديال العناق. نعم، كيخفف الالم، كيهبط لنا من لا بريسيون ارتيريال، كيهبط لنا من دقات القلب، وبالتالي كنحسوا براحه اكثر. اذا السبب من اننا درجنا هذا الموضوع في اننا نقول للمشاهدين ما تبخلوش بالعناق على الاهل ديالكم. نعم. على وليداتكم. نعم. على الناس اللي قراب لكم، خوتكم، وهذا هي ماشي شي حاجه اون فيت ما دخلش في الثقافه ديالنا سي فغي بهذا المفهوم هذا. غيبناها. وانما غير غيبناها. حنا كنعطيوها معنى اخر، تنعنقوا الناس اللي بشحال هذه ما شفناهم ولا كتعبير فقط. الاحاسيس هي نفسها فيما كان. نعم. ياك الانسان تواجد في العالم سي عبد الهادي. غادي ناخذ الان الا سمحتي مكالمه. مرحبا. من عند كنظن معنا كريمه من مدينه القنيطره. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معنا لالا كريمه. هذه كريمه ياك. مرحبا بك لالا. الله يعطيك الشكر. مرحبا. تفضلي بسؤال ديالك دكتور عبد الهادي. دكتور لالا اخبارك؟ الله يبارك فيك لالا. شكرا بزاف على هذه المعلومات اللي كتفيدونا بها. مرحبا. مرحبا لالا. بغيت دكتور نسقسيك. انا عندي بنيته عندها 7 سنين ونص. داغ لي غمو ولات كتجي هي كتبقى تقول لي ماما عنقيني، ماما شديني عندك، ماما نعس عندك. نعم. وملي بحال دابا داغ لي غمو نهار عيد الام كنسولها هي خواتاتها شنو بغيتي انت شنو بغيتي انت، هي هما كل وحده كتطلبات. نعم. وهي قالت لي ماما بغيت غير الحب ديالك. لا اله الا الله. نعم. وعندها مشكله في الشخصيه ديالها، على انها عندها اضطراب بزاف لدرجه انها كتعاني حتى من كبار ولا اراده. نعم. وديغني غمو انا واحد الكوليك ديالي في الخدمه قال لي بلي الطبيب قال له على ولده ما تشي عنده كبار ولا اراده، ما عندوش شي مشكل عضوي. نعم. ولكن خصو غير لي كانر، تعطيه 20 كانر باردو. دونك هذه المساله كنسحبها للاطباء عندنا. اكيد. جيستومون هذا غير طبعا كاع وقال له هذه الهضره. تبارك الله. وانا بديت حنا شويه كنعطيها مره ماشي 20 ولكن غير مره. نعم. نعم لالا. شنو اللي كيمنعك لالا؟ شكون اللي كيمنعك كريمه؟ شنو يعني غير ضغط الضغوطات. نعم. نعم. لالا كريمه. الو. لالا كريمه. اسمعي السؤال ديال الدكتور عبد الهادي القاسمي، تفضل. اذا اول شيء خصنا نعرفوا بان هاد البنيته هذه سهلات على والديها واحد المشوار مع الاخصائيين ومع التشخيصات ومع هذا، باش اننا نتوصلوا لاشنو محتاجه لهاد البنت هذه. نعم. هذه جات بواحد الرغبه ديالها وجات بواحد التعبير بسيط جدا كتقول لها انا محتاجه فقط الحب ديالك. غير هي الام بانت لينا منزعجه من ان البنيته تطلب منها يعني هاد المساله هذه. واش بعض الاباء كيتسالوا ياك ما الوليد عنده شي مشكل، ياك ما نقص حنان، ياك ما. نعم. بالفعل،
بان ملي كيكونوا الوالدين كيعتبروا بان الحنان ديالهم والحب ديالهم للاولاد ديالهم يكفي التعبير عنه بقضاء حوائجهم. نعم. كنديه للمدرسه، كنصبل له حوايجه، كنطيب له، كنعطيه، يعني ما يتعلق فقط بالاشياء الماديه المحيطه، حاميه، بنيت ليه الدار ولا شريت ليه الدار، صافي راني عبرت لي على الحب ديالي، هذا لا يكفي، خاصني نقول ليه كنحبك، خاصني انني نقولها لي بكلمات وكذلك نقولها لي بالعناق. نعم. فانا بالاضافه الى العناق، واحد المساله دائما كنتكلموا عليها في الراديو، يعني اثبت يعني حاليا عبر عده تجارب وعده حالات بان اللي تقريبا لمده واحد ثلاثه ديال الاشهر حتى الاربعه، يعني فين ما كتجي كتبغي بنتها تنعس يعني تشد لها غير في يدها، لان العناق غادي يكون قبل ما تنعس، ولكن ملي تبغي تنعس تشد لها غير في يدها، يعني اما يديها بزوج ولا اليد اليمنى ولا المهم انها كدير لها مسكه اليد. نعم. بالاضافه الى انها كتقول لها كلام اللي هو جميل، كلام اللي هو ديال المحبه. يوميا. ثم ان الا كان الطبيب يعني العام شنو كتعطي هذه المساله سي عبد الهادي، انها كتشد لها في يدها وتقول لها كلام جميل، كتعطي ثقه اكبر وكتخليها انها المناعه النفسيه ديالها اللي هي كتخليها كدير داك التبول. يعني الا ما كانوش تعفنات، ما كاينش مثلا مشاكل. نعم. في المتانه، في ذوك العضلات اللي هما اللي كيقبطوا المتانه اللي كيخليونا اننا كنتحكموا في نفوسنا في الليل، هذا يعني ان فقط راه كاين مساله تتعلق بالجانب النفسي. نعم. والجانب النفسي فما يمكن لنا ندخلوا ليه الا من الجانب العاطفي. نعم. فملي كيكون عندي الجانب العاطفي يعني مع الابناء ديالي يعني متطور وبواحد الشكل اللي هو كبير، فاكيد بانني غادي نوصل نتائج اللي هي مبهره. نعم. انا كنتسنى البنت انها تبقى مع الام ديالها. مم. يعني لمده 3 أشهر بهذا البرنامج هذا. نعم. ولما لا تستمر معها حتى من بعد، لانه جميل جدا. فلمده 3 أشهر انا كنتظر انها غادي توقف على التبول. نعم. لا ارادي تماما، وباكثر من ذلك انها ما تبقاش تخاف. حنا دابا عطيتينا فكره على انه هاد لاكالينوثيرابي او العلاج بالعناق او لا فقط الناس ما غيعتبروش علاج في البيت، وانما هي فقط ممارسه يوميه مع وليداتنا، يعني ممارسه الحياه العاديه بفيض من الحنان وفيض من العواطف مع جدودنا ومع الاباء. ولكن فهمتينا سي عبد الهادي بانها تقدر تنفع مثلا في حالات التبول لا ارادي، يعني لان هنا كتعالج حاله مرضيه تقريبا. شنو مثلا العلاجات الاخرى اللي تقدر تقدمها هاد لاكالينوثيرابي؟ انت تكلمتي دابا على الناس الكبار مثلا. نعم، الناس الكبار كنعرفوا بانهم يعني كيوليو سوماتيز بزاف، يعني ان كيوليو عندهم هذوك الامراض اللي هي عندها الاصل ديالها نفسي، يعني بسيكوسوماتيك. ملي كنلقاو بان الناس الكبار يعني اكثرهم ملي كيتجاوزوا واحد 60 سنه كيوليو هما النسبه ديالهم. أه. نسبه ديال هذه المرحله العمريه هي الاكثر تداولا عند الاطباء وفي المستشفيات. نعم. فاكيد لو ان هاد الناس كيلقاو واحد الحضن، كيلقاو وليداتهم حداهم، كيلقاو الناس خوتهم كيلقاوهم حداهم باش انهم او حفيدهم. نعم. يعنقوهم، فالعناق يطيل العمر كذلك. الله. يعني ان العناق كيفرز عده اشياء داخل الجسد. نعم. حتى هذوك اللي هو سي ان اونتي اوكسيدون، يعني انه كيفرز لي زونتي اوكسيدون ان انتيريور ديال لو كور ديالنا اللي كيخليو ان حتى هذوك لي غيد وهذا كينقصوا. آه. ما كيبقاوش انهم مسؤول. هذه غادي تعجب السيدات. نعم. العناق هو يعني احنا حاليا يعني في البيوت وملي كان في نصائحنا للناس ولهذا كنقول لهم سميوه عناق الاحبه، يعني فعلا ان ملي كيتبغي يخرج الاب في الصباح ولا الام في الصباح للعمل ولا ملي كيبغوا يتفرقوا مع وليداتهم في الصباح كيبوسوهم وهذا، ولكن. نعم. بالاضافه الى القبولات فيمارسوا العناق ويمارسوا واحد الضغطه خفيفه على القفص الصدري. نعم. فهي كتعطي نتائج رائعه جدا. حتى القلوب تلين، يعني كاين بزاف الناس ما تيبغيوش، كاين جفاء ربما ما تيبغيوش. هنا بصح هذا كاين هذا المشكل، هذا هما ما تيبغيوش يعنقوا. كاين بزاف الناس ما تيبغيوش، ما كيقدرش، ماشي ما كيبغيش، فوالا ما تيعبروش على الاحاسيس ديالهم لاسباب هكذا عده. وبالتالي فالعناق فممكن انه يبين لينا واش هذاك الشخص مثلا اللي ما كيقدرش يعانق الزوجه ديالو، ما كيقدرش يعانق الوليدات ديالو، ربما مصاب بالاليكسيتيمي اللي هي مثلا واحد المرض او واحد الاضطراب. نعم. اللي هو كيؤدي الانسان ما كيقدرش مثلا يعبر على العواطف ديالو رغم انه كيحس بها. نعم. كو سوا العواطف الجميله لهذا ولا العواطف اللي هي السلبيه والمشاعر. نعم. السلبيه. تنشكرك بزاف سي عبد الهادي القاسمي، هذا موضوع جميل جدا ومازال غادي نكملوا في العشيه في الراديو مشاهدينا، دونك تلتحقوا بنا على امواج راديو دوزا من 2 حتى ل4. غيكون معي دكتور عبد الهادي القاسمي للاجابه على كل الاسئله ديالكم، ويعطيكم كذلك معلومات اخرى على هذا الموضوع. لكم منا اجمل تحيه والى اللقاء.